بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخير والسرور أينما كنتم تتابعون حلقة الليلة من برنامج من عمان في هذا المساء الجميل من مساءات عمان الحبيبة. والحقيقة أن جميع أوقات عمان أصبحت جميلة، صباحاتها ومساءاتها، وبالتأكيد وهي تحتضن قائدنا ومولانا حفظه الله ورعاه هنا في وطنه الذي يحبه، وأيضا والوطن الذي يحب القائد والوالد، وبين أبناء شعبه الأوفياء الكرام المخلصين. إذن حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة المتجددة بمواضيعها ومحطاتها من برنامج من عمان. ومساء الخير يا راشد. مساء الخير عايدة، ومساءكم وطن مشاهدينا الأحبة. وطن يحتفل بهذا المقدم الميمون لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه كبارا وصغارا في مسيرات حب ووفاء وعرفان لهذا الأب القائد الوالد السلطان الملهم. أهلا بكم مشاهدينا حلقة الليلة اليوم الاثنين، مجموعة من المحطات والمتابعات قدر الإمكان نكون عيونكم التي تشاهدون بها جمال عمان، إضافة إلى مجموعة من التقارير والمحطات الأخرى التي اعتدتم متابعتها كل يوم اثنين. كل أمنياتنا أن تحظى هذه المتابعات بطيب متابعتكم حتى 10 مساء في برنامجكم من عمان. إذن بعد هذه الأغنية التي نهديها لكم سننطلق مع محطات ومتابعات برنامج من عمان. Thank you.
حفظ لنا قابوس. إذن مشاهدينا حياكم الله في حلقة الليلة يوم الأثنين من برنامج من عمان. مثل ما ذكرنا في البداية حضرنا لكم مجموعة من المحطات والفقرات لهذه الحلقة، كل ما نرجوه أن تنال استحسانكم وإعجابكم وأيضا تحقق الفائدة لكم. إذن مشاهدينا كما ذكرنا في المقدمة، عمان تحتفل وعمان تبتهج وعمان تبتهل لله تعالى ثناء وحمدا أن من عليها بهذا المقدم الميمون لجلالة السلطان المعظم. مجموعة من المؤسسات كذلك هي الولايات كذلك، نعم، الأفراد كذلك البيوت تحتفي بهذا المقدم الميمون. الآن ننتقل بكم مشاهدينا إلى رحاب جامعة السلطان قابوس، وبالتحديد مع الزميل محمد المهري ينقل لنا من خلال هذا الربط المباشر احتفاء الطلبة واحتفاء الجامعة عبر مسيرة وعبر حفلة فنية جميلة، نتابع تفاصيلها مع محمد المهري. مساك الله بالخير يا محمد وحياك الله معنا في برنامج من عمان. مساء الخير راشد، مساء الخير عايدة، مساء الخير لكل المشاهدين الأعزاء الذين يتابعون هذا الأثير الجميل، هذا الأثير التلفزيوني من خلال برنامج من عمان. اليوم نحن نتواجد مثل ما ذكرت في رحاب جامعة السلطان قابوس، هذه الجامعة التي تحمل هذا الاسم الغالي. اليوم في احتفالية جميلة في جامعة السلطان قابوس راشد، نعم، بداية من المسيرة تقريبا الساعة الرابعة والنصف. جميل. هذه المسيرة بدأت من قاعة المؤتمرات، وعندما تبدأ من قاعة المؤتمرات فهي دلالة أيضا على هذه المناسبة، عندما كان هناك الخطاب الأبوي الجميل من جلالته أبقاه الله إلى طلاب الجامعة في هذا الخطاب البسيط الأبوي الجميل. اليوم بعد المسير مباشرة توجه الطلاب مع الأكاديميين ومع إدارة أيضا الجامعة إلى هنا، إلى هذه الخلفية الجميلة، هذا المسرح المفتوح الذي شهد أيضا التشريف السامي من خلال افتتاح الدفعات الأولى من جامعة السلطان قابوس. اليوم هذه الاحتفالية الجميلة سنترك أيضا طلاب وطالبات الجامعة للحديث عنها. طبعا عندي الآن ضيوف، بيكون أيضا مجموعة من الطالبات بيكونوا معي على الهواء، هكذا سنتعرف على مشاعرهم. بداية يسن يكون معي طالبة منار بنت مسلم العلوي من كلية شيارة. مساء الخير. مساء النور. منار، اليوم مسائك وطن، واليوم أنتم تحتفلون أيضا في جامعة السلطان قابوس من خلال هذه الاحتفالية مسير، والآن أيضا قابوس أنت الفخر، وربما هذا الرد أيضا للسلطان المعظم عندما قال أنا أفاخر بكم، فأنتم اليوم تقولون للمقام السامي أنت الفخر. شعورك في هذه المناسبة؟ صراحة أنا جدا فخورة وسعيدة، وفخورة كذلك بما قاله السلطان في عام 2000 في قاعة المؤتمرات، كان خطابه للطلاب بأن أنتم نحن من نفخر بكم، والآن أنا أقول للسلطان بأنت كل الفخر، وأني جدا فخورة بأني أنتمي إلى هذه الجامعة العريقة، وأني أكون أحدا من طلاب هذه الجامعة لأبني هذا الوطن الجميل. اليوم طبعا منار هي الفرحة فرحة جميلة، ومشاركتك أيضا مع زميلاتك هو أكيد هو فخر جميل، وأيضا هو عهد للبناء. نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى دائما أن تستمر هكذا الأفراح إن شاء الله، ونحن جدا مسرورون بقدوم حضرة صاحب الجلالة، نتمنى له دوام الشفاء إن شاء الله. شكرا. نعم. أيضا معنا طالبة أخرى، ولكن نتوجه مباشرة إلى كلية التربية، ثريا بن سالم بن راشد السنيدي، طالبة في كلية التربية، إذن هي ربما تكون أيضا معلمة في الفترة القادمة. ثريا طالبة حضرت اليوم المسيرة، حضرت أيضا هذه الاحتفالية بعنوان قابوس أنت الفخر. شعورك في هذا المساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة ثريا بنت سالم بن راشد السنيدية، طالبة بكلية التربية. ما حدث اليوم أشبه بأن يكون فرحة عارمة لجميع الشعب العماني، وخصوصا أبناء وطالبات جامعة السلطان قابوس. يعني الشعور لا يوصف بقدر ما يعني نحن يعني فرحانين فرحة كبيرة من لما خطت يمين السلطان قابوس على هذه الأرض الطيبة، لكن اليوم مختلف جدا، فرحة كما أستقبل قول أنها فرحة عارمة، ونحن طلاب وطالبات الجامعة لنا الفخر ولنا الفرحة الكبيرة بأننا نتقدم ونتشرف بأن نقول لصاحب الجلالة السلطان قابوس أننا كنا وما زلنا وسنبقى فخورون. أكيد. شكرا ثريا، ونتمنى دائما أن تكونوا مساهمين في التنمية العمانية. شكرا جزيلا لك. أيضا لا زال معنا طالبة حبت هكذا أيضا تشاركنا في هذه الفرحة الجميلة، تعرف عليك؟ أنا طالبة ولا سالم عبد الله الهنداسي، طالبة سنة أولى في الجامعة، وحابة أقدم أنشودة
بمناسبة رجوع صاحب الجلالة. طيب اليوم في احتفالية جميلة، طلاب وطالبات جامعة السلطان قابوس عليكم مسؤولية كبيرة لأنكم تحملون اسم صاحب الجلالة، شعورك أنت كطالبة اليوم في فرح مسيرة؟ انطلقت من قاعة المؤتمرات في الفترة المسائية أيضا الآن هذا الأوبريت الجميل بعنوان أيضا قابوس أنت الفخر أول احتفالية، شعورك؟ شعور جميل جدا، أولا فخر انتسابي لهذا الجامعة، هذا الشعور أكيد الكل يتمناه، ثاني شيء أن دوري كمنظمة هنا يعني شيء الكل يتمناه يكون وجودي في هذا المكان. ماذا صورت اليوم؟ صورت العديد من الاحتفاليات والبيماني والرئيس الجامعة وغيرهم. شكرا أحسنتي. أحبكم. أعزائي المشاهدين هكذا هي مسيرات الفرح والحب والولاء، هكذا قال العمانيون أبشري قابوس جاه، هكذا كنا معكم في رحاب جامعة السلطان قابوس التي تحمل هذا الاسم الغالي وهم ملبين النداء ومعاهدين المقام السامي بأن يستمروا في هكذا عطاء مستمر لرفع شأن هذا البلد الأبي عمان. هكذا كنا معكم في هذا الرط، ولكن لا زالت أفراح السلطنة مستمرة إلى أفراح الفعاليات المختلفة في هذه الربوع من خلال برنامج من عمان وإلى الاستوديو والزملاء لكم الكلمة. شكرا يا محمد، حقيقة الخلفية وراك لوحة وطنية جدا جميلة، هكذا هم أبناء عمان، يعني هؤلاء هم طلبة الجامعة يعبرون عن فرحتهم بالمقدم الميمون لوالدهم حفظه الله ورعاه. اللهم أمين يا رب. شكرا لك يا محمد على هذا الربط الحي والمباشر، نقلت لنا صورة من رحاب جامعة السلطان قابوس وهذا الاحتفال الفني الذي يقام حاليا في رحاب الجامعة. سبق هذا الاحتفال مشاهدينا مسيرة قام بها مجموعة كبيرة من طلبة وطالبات الجامعة برفقة الكادر الأكاديمي والإداري انطلاقا من المركز الثقافي لجامعة السلطان قابوس ومرورا بمجموعة من الكليات كما ستلاحظون الآن من خلال الشاشة. نعم. هذه المسيرة الكبيرة وهذه الحشود من طلبة الجامعة جميلة جدا، هذه الحشود الكل يعبر بطريقته بالتأكيد، يمكن هذا أبسط تعبير يعني حبهم وشكرهم لله سبحانه وتعالى على سلامة الوالد القائد من خلال هذه المسيرات التي عمت أرجاء البلاد بمحافظاتها وولاياتها بوديانها وسهولها وجبالها بمؤسساتها الحكومية والخاصة والأهلية، هكذا هم أبناء عمان خرجوا يعبرون عن فرحتهم بالمقدم الميمون. هذه واحدة من هذه المظاهر، مظاهر الفرح في جامعة السلطان قابوس، هذا الصرح الأكاديمي الذي يحمل الاسم الغالي لمولانا حضرة صاحب الجلالة، فلا بد كان من الاحتفاء طبعا بطريقتهم بعودته. إذن هذه المسيرة كانت عصر اليوم بالضبط، وانطلاقا من هذه الرمزية الدلالية أن تنطلق من المركز الثقافي الذي تشرف به الطلاب وتشرف بافتتاحه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه برعايته السامية الكريمة، وخرج الطلاب يرفعون علم السلطنة وصور جلالة السلطان المعظم، وربما هم الآن مطالبون بأن يقوموا بدورهم الحقيقي في بذل مزيد من الجهد والاجتهاد في التحصيل التعليمي والدراسي، والشكر لهذه النعم التي أنعم الله بها على عمانة وشعبها. إذن مشاهدينا كما تابعتم هذه المسيرات التي خرج بها طلاب الجامعة هي جزء من مشهد كبير واحتفائية عمان، نلاحظها في البيت في المدرسة، نلاحظها في مختلف الولايات والمؤسسات، ما زالت مسيرات الفرح تأتي تباعا في مختلف محافظات السلطنة، وأنتم تتابعون عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان ما ننقله لكم من عمان تحتفل وعمان تبتهج وعمان تفرح بهذا المقدم الميمون و
تخرج بهذه المسيرات. وأكيد نكرر دائما أن أكبر شكر لهذا الوالد القائد الذي بنى عمان طوال 45 عاما هو الإخلاص في العمل والبناء من أجل عمان المستقبل، الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحققت طوال الفترة الماضية، والعمل المزيد من العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي. إذن مشاهدينا تأكيدا على هذا العمل والبناء، نستعرض معكم اليوم مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الفعاليات التي تؤكد هذا الحراك في مختلف الأصعدة. نسلط الضوء اليوم على المؤتمر الصحفي الذي تحدث على انطلاق النسخة 14 لندوة تطور العلوم الفقهية في عمان، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم تحت عنوان فقه العصر مناهج التجديد الديني والفقهي، تأكيدا على الرؤية الثاقبة السامية من لدن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه على استيعاب الآخر واستيعاب الكل تحت مظلة الإسلام، هذه المظلة التي تحمل وهذه المظلة التي ينتسب إليها الكثيرون، فتلتقي في عمان بشكل سنوي للحديث عن موضوعات متعلقة بما يتواكب مع متطلبات العصر ومستجداته. أكيد هذه الندوة كل عام تحمل موضوع معين ويكون مواكب حقيقة لمستجدات الحاصلة في الوطن العربي وأيضا الإسلامي، وبالتالي أصبحت هذه الندوة من الندوات التي حقيقة لها مكانتها والجميع يحرص على متابعتها نتيجة لما تخرج به سنويا من توصيات تفيد وأيضا يعني خلينا نقول الفقه الإسلامي بشكل عام. إن شاء الله راح يكون معنا محطة راح نتحدث عن هذه الندوة في نسختها 14 من خلال استضافتنا للدكتور سالم بن هلال الخروصي نائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة. إضافة إلى ذلك مشاهدينا ستكون لدينا وقفة للحديث عن التعريف بدور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد عام 2011. انضم الشق الإداري إلى اختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد تحديث القانون الأخير لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ما هي الأدوار المنوطة به؟ أيضا هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي دخلت فيها السلطنة، ما هو الدور جهاز الرقابة المالية في مكافحة الفساد وغيرها من الموضوعات؟ هذا بالإضافة إلى مجموعة من التقارير والتغطيات المختلفة من هنا وهناك فقط تأتيكم من عمان. إذن مشاهدينا بدأنا نأخذكم إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان عبر نسخها الماضية تمهيدا لانطلاق نسختها 14 في الأسبوع القادم. إن التشريع الإسلامي في مجمله يعد روح الحياة لدى المسلم، إذ يوجه سلوكه ويحدد خيارات رؤيته المستقبلية وفق واقع حياته ومعطيات المجتمع من حوله. ولما كان عقل الإنسان متجددا وطموحه لا يقف عند حد، كانت أدوات العصر المختلفة تتطور معه وفق التغييرات الاجتماعية والسياسية المحلية والعالمية، ووفق معارف العصر وعلومه ومكتشفاته، وكذلك ضرورات العصر وحاجياته. وحملت النسخة 14 من هذه الندوة عنوان فقه العصر مناهج التجديد الديني والفقهي، وستناقش 7 محاور منها: الأصول النظرية لفقه العصر، النظريات الفقهية والمسار الجديد، فقه العصر ومناهج الاجتهاد المعاصر، فقه العدالة في الإسلام، فقه العصر في المجال الدولي، فقه العصر في مجال الأسرة، فقه العصر في المجالات الجديدة. ولعل الباحث والدارس للمنهج الفقهي للسلطنة سيرى جليا بأن النهج السامي لمولانا عزه الله رسخ مبدأ التحاور والنقاش الفكري السليم، والذي يدعو للتسامح والصفح وصفاء القلوب وحسن الخلق مع الآخرين والتزام الصمت تجاه الإساءة. حفظ الله مولانا القائد المفدى رجل الحكمة والعقل النير، وعاشت عماننا أبية راسخة المبادئ والقيم.
بكم مشاهدينا، وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان. نحن متواصلين معكم حتى العاشرة بمشيئة الله، ومحطتنا التالية ومثل ما شاهدنا من خلال التقرير حول ندوة تطور العلوم الفقهية والتي إن شاء الله ستنطلق يوم الأحد القادم تحت عنوان فقه العصر، مناهج التجديد الديني والفقهي. إذن مشاهدينا تحت 7 محاور وبمشاركة 57 ورقة عمل عبر 4 أيام تناقش هذه الندوة مضامين كثيرة متعلقة بفقه العصر عبر مناهج التجديد الديني والفقهي. للحديث أكثر عن هذه الندوة ودلالاتها واستضافة السلطنة لها بشكل سنوي، يسرنا أن نرحب باسمكم جميعا بنائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور سالم بن هلال الخروصي. دكتور سالم، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج من عمان، وأيضا كل عام وعمان تنتشي هذه الفرحة بالمقدم الميمون لجلالة السلطان المعظم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونهني أنفسنا ونهني وطننا العزيز وشعبه الكريم بالمقدم السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأتمنى له المجد والعز والسؤدد والصحة والعافية إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. إذا دكتور سالم، تأتي ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 14 تحت عنوان فقه العصر مناهج التجديد الديني والفقهي. إذا اليوم إلى أي مدى يعني هذا العنوان نحن بحاجة إليه، وبحاجة أيضا للحديث حول فقه العصر وأيضا مناهج التجديد الديني والفقهي؟ مما لا شك فيه أن في كل عصر هناك مستجدات. نعم. على الساحة الإنسانية هو ثالوث مستجدات الساحة وحاجيات العصر والتقدم والطفرة في مجال العلمي، وزاد عليه في القرن 21 التقني. صحيح. التقدم التقني، هذا الثالوث يستدعي إعمال العقل الجمعي الفقهي. نعم. من أجل الوصول إلى أحكام فقهية تتوافق مع حاجة العصر من جهة، وثوابت الدين الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب، هذه هي مقاييس التشريع أو مصادر التشريع الفقهي. وعلى هذا فنحن في كل عصر نعيش مستجدات وأحداث تتطلب إعمال هذا العقل الفقهي والوصول إلى أحكام استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولما كانت حاجة العصر إلى الكثير من القضايا التي تعين عليه، سواء كان في جوانبها التقنية، في جوانبها العلمية، في جوانبها الطبية، في جوانبها التربوية، في جوانبها الاقتصادية بل والسياسية حتى، فنحن بحاجة إلى أن يكون هذا العقل الجمعي الفقهي حاضرا وأن يصل إلى تلك الحلول التي تتناسب مع حاجة المجتمع وحاجة المجتمع إلى أن يقنن المفاهيم ويوضح الأحكام ويبسط التشريع. ليست وليدة العصر أو القرن 21، بل فطن العلماء إلى ذلك منذ القرن 15، وصدرت مجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية، جمعت كل قضايا العصر آنذاك وآراء العلماء من مختلف المذاهب لكي تبسط للناس مناهج الحياة. نعم. طيب الشيخ، يعني نحن نعرف أن هذه الندوة تأتي باهتمام سام من لدن جلالة السلطان المعظم، تأكيدا على دور السلطنة في لم الشمل، تأكيدا على دور السلطنة في جمع الطرف والطرف الآخر. الآن عبر هذه الندوات المتتالية إلى أي درجة أسهمت في تقريب وجهات النظر بما يسهل للناس حياتهم مع الأخذ بمتطلبات العصر بمستجدات العصر، وكلنا ندرك أن الاختلاف في الفروع هو رحمة للأمة؟ أولا الندوة تناقش قضايا العصر. نعم. صحيح. ثانيا الندوة تجمع علماء من مختلف المدارس الفقهية. نعم. والبلدان الإسلامية والعربية. جميل. ثالثا الندوة تتوصل إلى توصيات، هذه التوصيات تخدم
قرارات المجامع الفقهية، وهذا الكلام نحن ما زلنا نكرره وبشهادة المجامع الفقهية، ويشارك في الندوة علماء هم أعضاء في المجامع الفقهية. ونحن نعلم أن المجامع الفقهية لها دور كبير في تقنين الفقه ودور كبير في الاجتهاد الفقهي، ولها أثر كبير على الأمة العربية والإسلامية فيما يتصل بقرارات الفقهية. وعلى ذلك فإن من خلال هذه النقاط التي سردتها يظهر دور هذه الندوة وأثر هذه الندوة، بالإضافة إلى أن هذه الندوة تجمع العلماء. نعم صحيح. في إطار مؤتمر واحد يتبادلون فيه وجهات النظر، يحلون فيه كل كافة القضايا العالقة في الجوانب الفقهية وغيرها. أيضا فرصة من أجل تدارس الحاجة المستقبلية والرؤية المستقبلية لمصلحة الأمة من واقع الخطاب الديني المرن. نعم. والمتزن والمتناسق مع حاجات الإنسانية، بالإضافة إلى أن هذه الندوة لا تقتصر فقط على الفقهاء، وإنما الخبراء سواء خبراء في المجال التربوي أو الفلسفي أو النفسي أو الطبي أو الفكري إلى غير ذلك حسب حاجة الندوة. وهذا التلاقح بين أصحاب الخبرات وبين المجتهدين يؤدي إلى فهم صحيح لمستجدات الساحة الإنسانية والوصول إلى أحكام دقيقة تتناسب مع حاجة هذا المجتمع. جميل. فالندوة يعني من عدة زوايا تخدم مصلحة المجتمع الإنساني. المدارس الفقهية، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث ومدرسة التي جمعت بين الرأي والحديث، أو مدرسة العقل والنقل ومدرسة التي جمعت بينهما، تمتزج في هذه الندوة وتتلاقى في هذه الندوة، وطبعا الآراء كلها تتفق في هذه الندوة من أجل الوصول إلى ما إلى حل لكل المستجدات التي تطرح على الساحة الإنسانية. والأهم الشيخ أن هذا أكبر دليل على أن الدين الإسلامي هو دين يسر ودين سماحة، وبالتالي الأحكام الفقهية هذه قابلة للتجديد بناء على اجتهاد هؤلاء العلماء، ويمكنها من خلال هذه الندوة يتم للتوصل للكثير من الأحكام بناء طبعا على ما يتطلبه العصر من تجديد ديني وفقهي. طيب نتحدث عن أبرز المحاور التي ستتناولها هذه الندوة في نسختها 14. محاور الندوة هي 7 محاور تتناول قضايا المفاهيم والمصطلحات، وهذا طبعا من درجت عليه الندوة في سابقها. تتناول قضايا فقه العصر في المجال الدولي، فقه العصر في مجال الأسرة، فقه العصر في المجالات الجديدة، وفقه العصر في العدالة في الإسلام وغيرها من القضايا. وطبعا هناك أوراق بحاجة إليها المجتمع الإنساني اليوم عامة. صحيح. والإسلامي خاصة. نعم. هي قضايا مثلا مستحدثات الزواج الآن في العصر الحادث العصر الحالي، أيضا قضايا الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، وأيضا قضايا تعنى بالأسرة وما يتعلق بها، وقضايا تتعلق بالفكر الفلسفي والتربوي. نعم. وقضايا تتناول الجوانب الاقتصادية مثل التجارة الإلكترونية وغيرها. جميل. كل هذه تطرح فيها، بالإضافة إلى قضايا التي ما زالت كانت قديمة وحديثة. نعم. في القرن 20 والقرن 21، قضايا نقل الأعضاء، قضايا بنوك الأجنة، قضايا بنوك الدم إلى غير ذلك. جميل. يعني كما نتابع الآن من خلال الشاشة المؤتمر الصحفي الذي كان صباح اليوم. طيب الشيخ، في المحور المتعلق بالمصطلحات والمفاهيم، ونحن نعرف أن هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بالمصطلحات والمفاهيم وتحديدها وتأطيرها بالإطار الحقيقي. هناك رأي شرعي، وهناك رأي فكري، وهناك رأي يعني حديث، وهناك رأي لغوي، والكثير من الآراء. إلى أي درجة وضعتم في عين الاعتبار موضوع المفاهيم والمصطلحات من خلال أوراق العمل التي تركز على هذه الموضوعات؟ هو الحقيقة أنت تلمس جانب حساس ووتر حساس كما يقال. نعم. المصطلحات والمفاهيم هي أصل التوجه في كل زمان ومكان. صحيح. وإذا لم تحرر هذه المصطلحات والمفاهيم بما يتناسب وحاجة المجتمع وبما يتساوق وعقل الإنسان. نعم. فإنها قد تنزوي إلى اتجاه غير صحيح. وعلى هذا نحن تناولنا في هذا الجانب ما يتعلق بالجوانب الاجتهادية مثل الاجتهاد والقياس
وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعقل الجمعي ومتعلقة بالجوانب التشريعية ومتعلقة بالجوانب الاجتهادية. نحاول أن نبسطها ونحررها ونوضحها توضيح الصحيح بحيث لا يلتبس على المفكرين والعلماء وأيضا جمهور الخاصة والعامة إن صح التعبير في هذا الجانب. فنحرر هذه المفاهيم وفق معطيات عدة، وفق ثوابت الدين، ووفق مرونة الشريعة، ووفق أيضا حاجات الإنسان المعاصر. وتحظى باتفاق هناك للمؤتمرين الذين يحضرون؟ أكيد هناك اتفاق من قبل العلماء على تحرير المفاهيم أو لوضع المفهوم الصحيح لتلك المصطلحات بحيث أنها تبسط للناس وتوضح للمجتمع، وأيضا في نفس الوقت ترسم معالم طريق جديد لكل هذه الاتجاهات الفقهية عبر مدارسها وعبر فصولها المختلفة. جميل جدا. طيب نتحدث ما بعد يعني هذه الندوة من خلال طبعا تجربة 13 نسخة من هذه الندوة، فيما يخص التوصيات التي تخرج بها هذه الندوة، كيف يتم تعميمها على المجامع الفقهية وأيضا إيصالها للناس للعمل بها؟ توصيات الندوة تتجه عدة مسارات. المسار الأول والأهم هو المجامع الفقهية كما ذكرتي. نعم. وطبعا وصلتنا إشادة من تلك المجامع طيلة 13 سنة الماضية. وكما قلت أن من ضمن الذين يشاركون في الندوة هم أعضاء في تلك المجامع. نعم. الاتجاه الآخر هي مؤسسات الدراسات الدينية. وهذه مؤسسات نحن نعول عليها تعويل كبير في إيصال رسالة الإسلام إلى كافة البشرية. وأيضا تحديد الأطار الصحيح الذي ينبغي أن تقوم عليه الدراسات الحديثة والمعاصرة، وتحليل ودراسة العمق الفقهي للفقهنا الإسلامي عبر عصوره وأحقابه وأزمناته. نعم. من ناحية حصره ودراسة منهجه ومدارسه، وأيضا في نفس الوقت أيضا وضع الرؤية المستقبلية للخطاب أو للشأن صح إنشاء الديني الذي المستقبلي. أيضا تتجه توصيات الندوة إلى الحقول العلمية غير المؤسسات الدينية، الحقول العلمية، الحقول العلمية التي تعمل على إعداد المنهج الدراسي الذي يتناسب مع فئات العمرية المختلفة سواء كان مراحله الدنيا أو المتوسطة أو العليا، وأيضا إقامة الدروس الدراسات. نعم. دراسات ماجستير، دراسات دكتوراه، وللوزارة في ذلك شأن. نعم. أنها بصدد إن شاء الله في الأيام القادمة أن تقيم مشروع ندوة الفقهاء أو الصف الثاني من الفقهاء لإعداد فقهاء قادرين على استيعاب مستجدات الساحة الإنسانية وأيضا المساهمة بهم في العقل الجمعي الاجتهادي. جميل. وهذا دور كبير جدا تقوم بالوزارة، بالإضافة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تصدر الحصاد هذه الندوة، وطبعا هذا الحصاد يسهم أيضا في إثراء المكتبة الإسلامية. وهناك مشاريع أخرى تقيمها الوزارة من خلال التوصيات وهي على مستوى السلطنة في نطاقها المحلي، وهو تدريب الأطر الدينية من خلال توصيات ندوة الأطر الفقهية في معالجة كافة القضايا من خلال الشأن الديني الرصين المتزن. جميل. وهذا نحن قائمين به منذ أول ندوة. نعم. قامتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وحتى يومنا هذا. نعم. تقيم ورش عمل لهذا الجانب، بالإضافة إلى أننا نشرك الحقول العلمية في الشأن الديني من أجل رسم سياسة الشأن الديني المستقبلي سواء كان عمل الوزارة أو سواء كان عمل المؤسسات النظيرة، ونشركهم في هذا الجانب. جميل. طيب الشيخ يعني الدكتور أيضا في زمن أصبحت فيه الأمة الإسلامية معرضة للكثير من المخاطر، وكما نتابع اليوم
تتلاطم عليها الفتن هنا وهناك، ويشرئب إليها العالم جميعا في أن يدب فتنة هنا أو يشعل نارا هناك. الآن مثل هذه الندوات كيف تسهم في لم الشمل؟ وكلنا ندرك أيضا ونعرف أن سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليل سيلقي كلمة كما هي العادة في انطلاق هذه الندوات بشكل سنوي. أنت حقيقة تلمس جانب جميل جدا تميزت به السلطنة. سلطنة عمان مبنية على التسامح، سلطنة عمان تقرب وجهات النظر ولا تفرق، سلطنة عمان توحد الأمة ولا تفرقها، سلطنة عمان بحكمة قائدها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ونحن نستعرض مسيرة إنجاز هذه الدولة الفتية الناهضة، نجد عبر تاريخها أنها عملت على تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في إطارها السياسي الدولي، فما بالك في الجانب الفقهي. طبعا الفقهاء عمان يتميزوا بأنهم يجمعون بين العقل والنقل، بين الرأي والحديث، بين المدارس الفقهية كلها. وعلى هذا فإن الثوابت التي تسير عليها المدرسة العمانية الفقهية ثوابت جمعت كل أطياف العقل الاجتهادي الموجود المعاصر والقديم. وتجربة عمان أو وانصح التقريب أن يعني الاحتراف عمان الجانب العلمي والفقهي جعل سلطنة عمان لها دور كبير في إثراء العقل الاجتهادي، واستطاعت السلطنة عبر مسيرتها منذ القرن الأول الهجري وحتى اليوم أن تسهم إسهام كبير حسي ومعنوي فيما يتصل بالحركة العلمية وتوحيد وجهات النظر وتوحيد الأمة في كلمتها وفي أفعالها وفي توجهاتها. ولذلك فإن الموروث الفقهي العماني لو نظرنا إليه عبر تاريخه ومنهجه نستطيع أن نقول أنه عقل يجمع كل أطياف المجتمع الإنساني في رحاب سعة الدين دفتي الكتاب والسنة المطهرة. وأيضا نحن نحاول قدر الإمكان من خلال ندوتنا أن نسير على هذا المنهج الأصيل ونسير على سياسة عمان في هذا الجانب، وأيضا في نفس الوقت نسير على ثوابت فقهنا العماني الذي يستمد من روح هذا الدين ومن روح هذا الكتاب العزيز ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسترشد به الناس لكي يصلوا إلى الفهم الصحيح لهذا الدين. وعمان تقرب وجهات النظر وتجمع الأمة، المذاهب المختلفة تجتمع في عمان، الأفكار المختلفة تجتمع في عمان، الخبراء يجتمعون في عمان من أجل يصلوا إلى صياغة مشتركة لرأي واحد يجمع ولا يفرق كل أطياف المجتمع الإنساني والمدارس الفقهية. دكتور، اليوم في هذا العالم المنفتح وخاصة فيما يخص طبعا نتكلم عن السماوات المفتوحة في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تصلنا فتوى من هنا وفتوى من هنا، وللأسف هناك من يستقبلها على عواهنها دون حتى التطرق بحكم من يعطي هذه الفتوى. أكيد راح تناقشون هذا الموضوع، وأكيد أن هذا الأمر أيضا يتطلب وعي كبير بالنسبة للمستقبلين لهذه الفتاوي في هذا العالم المفتوح اليوم. الفتوى المرسلة هم مشترك بين كافة المؤسسات الدينية وعلماء الإسلام، ونحن نظرنا عبر تاريخ الفتوى لم نجد مثل هذا التشدد وهذا العنت وهذا الصلف في الفتوى المعاصرة. وانبنى على الفتوى المعاصرة الكثير من التوجهات، سواء كان ما يتصل بالتطرف والإرهاب أو ما يتصل أيضا بالتقليد والانكفاء. وعلى هذا فإن السلطنة أخذت على عاتقها من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الشأن الديني أن تصحح هذا المفهوم وأن توضح ما التبس على الناس في هذا الجانب. ولم تكن الندوة فقط هي الوحيدة التي عملت على هذا التصحيح، بل أيضا الشأن الديني عامة في عمان اتخذ هذا المنهج
وسار على هذا الطريق من أجل أن يصحح هذا ويشارك إخوانه في المجتمع العربي والإسلامي من خلال لقاءات العلماء ومن خلال المؤتمرات ومن خلال الندوات ومن خلال أيضا التظاهرات الثقافية المختلفة. نحن في هذه الندوة أيضا استحدثنا ما يسمى بالتواصل المباشر مع المتابعين عبر أنحاء العالم. نعم. أيوة. وهذا التواصل المباشر هذا العام سيخدم هذا الاتجاه. حلو. وسيعزز ترسيخ المفاهيم الصحيحة من خلال تلقي الأسئلة التي تعن على الناس من خلال متابعتهم البث المباشر لهذا الحدث من النافذة التي استحدثت للندوة والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المباشرة من خلال هذه الندوة، كل ذلك من أجل نوصل الرأي الصحيح والرأي السليم إلى الإنسانية وليس على المجتمع المحلي والإقليمي بل على المجتمع من خلال أن نوصل هذا الرأي إلى المجتمع العالمي من خلال هذه المتابعة ومن خلال هذه النافذة. وتؤكدون من خلال ذلك أن التجديد يطال أيضا يعني استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية في الاستفتاء وأخذ الفتوى. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله في أعمال هذه الندوة وأكيد سنكون متابعين لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا لك الدكتور سالم بن هلال الخروصي نائب رئيس اللجنة المنظمة لندوة تطور العلوم الفقهية في عمان. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. إيش رأيك الضيفة؟ عندنا حلوة هني موجودة. كل الشكر لعبد الرحمن الخياري على طبعا الحلوة هني ما شاء الله حلوة بأشكالها. هذا الكل يشاركنا هذا الاحتفال بالمقدم الميمون لجلالة السلطان. كلامكم جزاكم الله خير ومقابلتكم ولقائكم. الله يسلمكم. شكرا دكتور. شكرا. احنا متواصلين معاكم اذا مشاهدينا حتى العاشرة. فقرتنا التالية تقرير حول او مشاركة من دار الأوبرا السلطانية مسقط كما شاركونا هؤلاء الإخوة. هذه الضيافة دار الأوبرا السلطانية مسقط تشارك الجمهور عبر عرض مرئي يومي من 8 إلى 11 يستعرض من خلاله لمحات من عصر النهضة المباركة إضافة إلى عرض عسكري موسيقي يومي من 5:15 حتى 6:45. نترككم مع هذه اللقطات بعدها نواصل بقية المحطات في برنامجكم من عمان.
إذا مشاهدينا دامت الأفراح على أرض عمان، الخير والاستبشار من الجميع بهذا المقدم الميمون لجلالة السلطان المعظم. كلكم مدعوين لمتابعة هذا العرض اليومي من دار الأوبرا السلطانية مسقط، عرض حي يومي. يمكن الذاهبين لشارع السلطان قابوس يشاهدون من خلال الساحة المقابلة أو المدخل الجنوبي لدار الأوبرا السلطانية مسقط هذه العروض بشكل يومي من 8 المساء حتى 11، ولمحبي العروض العسكرية الموسيقية من 5:15 حتى 6:15. نعم، إذا احنا أيضا دامنا احنا كذا في قاعدين نحتفل، قدمنا طبعا هذه الحلوى العمانية وهذه الزهور الجميلة، فقط نود أن نشكر شركة أوموريفيا عمان، هي شركة طلابية حديثة الولادة، هم اللي طبعا جهزوا لنا هذه الباقات الجميلة وأيضا الحلوى العمانية. يتركز نشاطهم تصميم باقات وبطاقات لكل المناسبات، وميزها الطابع العماني الأصيل وتقديم توزيعات الحلوى العمانية لجميع المناسبات. طبعا الحلوى العمانية من مصنع ناصر الخياري للحلوى العمانية، والورد من محل كريستال روز واللي زينا أيضا الاستديو اليوم. هم مجموعة من الطالبات. نعم. الصغيرات في السن، لكن استشعرن هذه المناسبة الغالية على جميع وشاركونا من خلال طبعا حتى ترتيبهم بشكل أنيق، وهناك الشعار الذي يحتفي به العمانيون جميعا أبشري قابوس ضيافة. فنتوجه لهم بجزيل الشكر على هذه الهدية الجميلة واستثمار هذه المناسبة الطيبة. ومستمرين معكم مشاهدينا في بقية المحطات والمتابعات في برنامج من عمان. حديثنا القادم راح نسلط من خلاله الضوء حول التعريف بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد والتعديلات التشريعية الجديدة للقانون بعد المرسوم السلطاني رقم 111 على 2011. كل هذه التفاصيل مشاهدينا نتعرف عليها من خلال وجود ضيفنا العزيز مدير دائرة الشؤون القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الأستاذ شبيب بن ناصر البوسعيدي. مساك الله بالخير، وأيضا كل عام وأنت وجميع العمانيين بخير بهذه المناسبة الغالية. كل عام والجميع بخير، وحقيقة هذه المناسبة غالية نهنئ فيها المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على عودته إلى أرض الوطن سالما غانما، ونأمل إن شاء الله أن يمن عليه الله سبحانه وتعالى بأمور الصحة والعافية إن شاء الله. اللهم آمين. إذن أستاذ شبيب، تكلم راشد في المقدمة عن التعديلات التشريعية التي حدثت للجهاز بصدور المرسوم السلطاني رقم 111 على 2011. لو أيضا نعرف مشاهدينا الكرام على أبرز هذه التعديلات. بالنسبة للتعديلات التشريعية التي حدثت في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، هو حقيقة سلسلة من التعديلات نأتي إلى بداية هذا التشريع أساسا الذي بدأ في عام 1985 بقانون تنظيم تدقيق الحسابات الدولة، ثم صدر مرسوم السلطاني 129 على 91 بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة، ثم النسخة الثالثة وهي بموجب مرسوم السلطاني 55 على 2000 أيضا قانون الرقابة المالية للدولة، النسخة الأخيرة وهي التي نحن بصددها الآن وهو قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة. جميل. والصادر بموجب مرسوم السلطاني 111 على 2011. بالتالي لدينا فترة من التعديلات التشريعية التي حدثت في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، الإضافة التي أتت فيها بالمسمى الجانب الإداري فيما يتعلق بالرقابة، وأيضا تم إضافة الكثير من التعديلات التشريعية. يمكن أن نستعرض بعض هذه التعديلات التشريعية التي وردت في قانون الرقابة. بداية أنه تم تحديد تبعية هذا الجهاز، الجهاز يتبع المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة. أيضا هذا القانون الذي صدر أعطى بحكم القانون صفة الضبطية القضائية لجميع أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، هذا لم يكن موجود في التشريع السابق. في هذا التشريع أعطاهم صفة الضبطية القضائية بحكم القانون. أيضا هناك استحدثت إضافة الجانب الرقابة الإدارية إلى ضمن اختصاصات جهاز الرقابة، وأيضا تم تعديل بعض الاختصاصات. نذكر من أبرز هذه التعديلات في الاختصاص وهو موضوع حقيقة اللي هي تلقي الشكاوى والبلاغات إلى جهاز الرقابة. في السابق لم يكن هذا الاختصاص موجود، أسند إلينا هذا الاختصاص أن نتلقى الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الجهاز. لدينا نافذة للبلاغات موجودة عبر الهواتف الذكية، ولدينا أيضا موقع إلكتروني يمكن لأي شخص أن يدخل لهذا الموقع أو لهذا البرنامج وأن يقوم بتقديم بلاغ إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
أيضا القانون نظم بعض الإجراءات فيما يتعلق في حال وجود مخالفة مالية أو إدارية، ما هي الإجراءات التي تتم، ما هو التصرف الذي يحدث من الجهات الحكومية في حال طلب القيام بإجراء التحقيق وما شابه ذلك، وغيرها من التعديلات حقيقة التي وردت. أيضا من ضمن نذكر في هذه التعديلات وهو حقيقة موضوع التقرير الذي يرفع السنوي. نعم. التقرير السنوي يرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة. أيضا هذا التقرير السنوي يرسل نسخة منه إلى مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، وهذا حقيقة أيضا تعديل نقلة جديدة فيما يتعلق بقانون الرقابة، فيما يتعلق بالتقارير التي يرفعها إلى الجهات أو المجالس ذات الاختصاص. جميل. هو ربما الدور الجميل أيضا الذي تقومون بها التفاعل الطيب مع المجتمع. صحيح. عبر يعني هذه النوافذ المفتوحة، إضافة إلى دوركم من خلال تواصلكم مع مختلف المؤسسات التي تتبع إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. طيب الآن كيف يمكن أن تحقق الرقابة لهذه التشريعات الدور الفاعل المناط بها من خلال أعمالها التي ينبغي أن تقوم بها؟ هو بالنسبة للتشريعات دائما التشريعات ما تنظم العمل وتحدد الاختصاصات وتضع الأطر فيما يتعلق بالعمل. الإطر عندما تأتي من خلال التشريعات القانونية التي تصدر وتحدد الاختصاصات ونطاق العمل والأهداف، يتم من خلال هذه الاختصاصات السير قدما في تنفيذ الأعمال المناطة والاختصاص والدور الذي يقوم به الجهاز حقيقة في هذا المقام في مسألة المتابعة الخطط والتنفيذها من قبل الجهات الحكومية. يعني عندما نتحدث عن سلطات تنفيذية تقوم بالتخطيط وتقوم بالتنفيذ، تحتاج إلى أيضا هناك إلى جهة تقوم بالرقابة على عملية التخطيط والتنفيذ متكاملة. وبالتالي عندما يأتي التشريع ويحدد الإطار العام في عمل الجهاز والجهات التي تخضع لرقابته والاختصاصات التي يقوم بها والدور المناط إلى جهاز الرقابة في هذا المقام، كل هذا من خلال التشريع يساهم بشكل كبير. جميل. في القيام بالدور الفاعل لأعضاء وموظفي جهاز. جميل. الرقابة. تفضلت وذكرت أستاذ شبيب أن من ضمن التعديلات إعطاء صفة الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، نتكلم عن أثر يعني إعطائهم هذه الصفة. بالنسبة للصفة الضبطية القضائية، وهي حقيقة يعني ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، وأيضا أتى قانون الرقابة نظم هذا العمل، واللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة قام بعملية النص على موضوع صفة الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، يقومون بهذا الدور ويساهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بأنه صلاحية أعضاء الجهاز في تحرير محاضر السؤال، وفي أيضا فيما يتعلق بعمليات فيما يتعلق التحريز أو عمليات مثلا في حالات الجرد وما شابه ذلك من الإجراءات، يقومون بعمل المحاضر، وهذه المحاضر تكون لها حجة قضائية وترفع إلى جهات الاختصاص ويتم النظر بشأنها، وهذه الإجراءات حقيقة نظمها قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي نحن نعمل وفق هذه المنظومة التشريعية. جميل. طيب يعني أيضا من ضمن هذه التعديلات الجديدة للقانون إضافة الشق الإداري إلى اختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، هل هناك توجه الآن من جهاز الرقابة الإدارية والمالية إلى تكثيف مراقبة مستوى الأداء في مختلف المؤسسات المشمولة بهذا القانون؟ بالفعل أخي العزيز، بالنسبة إلى موضوع رقابة الأداء وهو حقيقة هاجس فيما يتعلق بعملية التقييم. نعم. لأنه حقيقة التقييم في رفع كفاءة أداء الوحدات الحكومية هو أمر ليس بالأمر السهل، يعني جهات حكومية تقوم بدور فاعل وكبير في هذا الجانب. نسعى نحن حقيقة من خلال عملية التقييم أو رقابة الأداء إلى الرفع حقيقة من كفاءة هذه الوحدات فيما تقوم به من خدمات. يعني الخدمات التي تقدم من الوحدات الحكومية تحتاج إلى نوع من التقييم، نحن نسعى حقيقة إلى القيام بهذا الدور بتقييم النشاط الذي تقوم به تلك الجهة من خلال المعايير التي تكون موجودة في داخل الجهة نفسها، ومن خلال المعايير العامة التي يمكن أن نستند إليها فيما يتعلق بذلك التقييم، ونهدف حقيقة من خلال التعاون مع الجهات نفسها إلى أن نصل إلى منظومة جيدة، منظومة تتناغم فيها الأعمال والخدمات، ترتقي بمستوى الطموح فيما يرغب إليه المواطن من خلال الخدمة التي يمكن أن تقدم من خلال الوحدات الحكومية. وهناك توجه كبير فيما يتعلق بهذا الجانب، خاصة في الخطة، نحن لدينا خطة سنوية. نعم. في المهام. نعم.
وعندنا تركيز كبير فيما يتعلق بمهام تقييم الأداء بشكل أساسي في خطة ومهام فحص عام 2015. طيب هذا التكثيف، تكثيف التقييم خلينا نقول في وحدات الجهاز الإداري التابعة طبعا لجهاز الرقابة، هل يقتضي وجود مكتب دائم في هذه المؤسسة حتى يكون المتابعة تكون مستمرة لهذا الأداء أم لا يكون بين فترة وأخرى؟ هو بالنسبة إلى مكاتب جهاز الرقابة في الوحدات الحكومية، يعني في بعض الوزارات لدينا مكاتب ثابتة بالضبط موجودة عندنا، ونحن حقيقة نسعى دائما إلى أنه تبقى وجود المكاتب الثابتة. بجانب المكاتب هناك مجموعات ثابتة أساسا في بعض الوحدات الحكومية، الوزارات التي لديها موازنات ضخمة وكبيرة وما شابه ذلك، وخدمات تقدم بشكل مستمر، ولدينا فرق فحص موجودة باستمرار متواجدة بشكل دائم. هناك بعض الجهات لدينا مكاتب موجودة عندهم، وبعض الجهات لا توجد لدينا مكاتب، وإنما نقوم بزيارات وتنسيق معهم بشكل مستمر للجلوس معهم خلال فترة المهمة التي يتم تحديدها. جميل. طيب أستاذ، يعني نحن كنا ندرك أن جلالة السلطان المعظم دائما يؤكد على أهمية قيمة العمل وعلى دور المسؤول، وفي أكثر من إشارة يشير جلالته أن المسؤولون هم خدم لهذا الشعب. البعض يعتقد أن دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة هو تصيد الأخطاء، ويغيب عن ذهنه أنه هناك دور آخر، فكرة أخرى منوطة به هو تحسين هذا الأداء وحفظ المال العام أيضا. بالفعل هو مسألة البحث عن فكرة التصيد الأخطاء هي ليست واردة، نحن لا نبحث عن تصيد لأخطاء للموظفين، نحن نسعى إلى 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 التناغم في المنظومة التي تعمل فيها الوحدات الحكومية. عندما تقوم الحكومة بعملية التخطيط والتنفيذ تحتاج إلى جزء من الرقابة الفاعلة على الأداء والأعمال التي تقييم. تقدم فيما يتعلق فيها، وهي تقييم مسألة ترفع فيها من الكفاءة، بعيدا عن فكرة التصيد أو بعيدا عن فكرة أنه والله يعني نحتاج إلى تصيد أخطاء بعض الموظفين في هذا الجانب. بالعكس، نحن نسعى في من خلال اللقاء مع الوحدات الحكومية ومن خلال اللقاء مع المسؤولين الحكوميين إلى أن يكون هناك تعاون بناء مثمر فيما يتعلق. صحيح. نريد أن نغرس فكرة الرقابة بطريقة ليست فكرة التصيد فيها حاضرا، بقدر ما تكون فكرة أنه الرفع من الكفاءة الأداء والرفع من العمل نفسه بشكل فاعل. وبالتالي حقيقة يعني الجهات يعني مدركة بهذا الدور، ونحن من خلال اللقاءات هذه نحاول أن نتبادل فيها الحوار والرأي فيها بشكل مباشر، والدور الذي يقوم به الجهاز من خلال بسط الاختصاصات التي نقوم بها والأعمال التي نمارسها. ونحن حقيقة وجدنا تفاعل كبير من قبل المسؤولين الحكوميين في هذا المقام. يعني يمكن هو ارتباط لفظة الرقابة عشان كذا يمكن هذا الانطباع. صحيح. هو الذي يؤخذ على هو الجهاز. في الغالب يعني لا أحد يرغب في مسألة الرقابة. صح. يعني نريد أن يكون حر طليق يعني. فالناس لا تنظر إلى دائما تنظر إلى مسألة الرقابة فيها نوع من الخيول، ولكن يعني إحنا هني في السلطنة بحكم أنه يمكن في بعض الدول عندها ما يسمى مثلا مؤسسات تجويد العمل، ولكن هذا الدور يقوم به جهاز الرقابة هنا في السلطنة. بالفعل هو البحث عن مسألة، لأنه عملية الرقابة والتدقيق على المصروفات الحكومية، سندات الصرف وغيرها من الإجراءات، هذا قطع فيها الجهاز شوط كبير مع الوحدات الحكومية. نعم. وترسخت فكرة العمل المنظم فيما يتعلق بالسندات الصرف وغيرها. الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى من العمل بعد ما انتهينا من هذه الإجراءات في هذا الجانب، أن نبحث إلى تجويد الخدمات المقدمة بالضبط. ونبحث عن تحسين الخدمة المقدمة، لأنه هذا كل ما نسعى إليه جميعا كمواطنين، أن تكون لدينا خدمات مقدمة بشكل أفضل، بشكل بجودة أفضل، بوقت أقل، يعني خدمات جيدة تتناسب مع المتطلب في هذه المرحلة. فبالتالي عندما يكون هذا الهاجس الجميع في هذا الجانب، فبالتالي كلنا نكون في مركب واحد ونمشي في مسار واحد إن شاء الله. طيب الآن يعني انضمام السلطنة مؤخرا إلى الاتفاقية المعنية بمكافحة الفساد، ويعني مجلس الوزراء الموقر أناط هذه متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. ماذا فعلتم إلى الآن؟ ما هي خطتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهو شق يأتي أيضا في حفظ المال العام للدولة؟ بالفعل انضمت السلطنة في عام 2013 إلى اتفاقية مكافحة الفساد، وحقيقة انضمامنا إلى هذه الاتفاقية ساهم بشكل كبير فيما يتعلق بالدفع، فيما يتعلق بوضع المنظومة المرتبطة بمكافحة الفساد بشكل أساسي. مثل ما تفضلت، مجلس الوزراء حقيقة أسند مهمة متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، لكونه الجهاز المختص في هذا،
وأناط إليه يعني القيام بهذا الدور بشكل فاعل. الجهاز حقيقة وضع في هذه المرحلة الخطة التي يسعى إليها بشكل فاعل مع الشراكة التي حقيقة يجب أن تكون متواجدة وحاضرة مع مختلف الوحدات الحكومية التي تساهم معنا بشكل فاعل إلى تكثيف منظومة مكافحة الفساد، لأن هذا الأمر حقيقة الجهاز الرقابة لا يعمل فيه بمعزل عن التعاون ومشاركة الوحدات الحكومية. لدينا حقيقة مشاركة فاعلة مع الجهات الحكومية واجتماعات مستمرة معهم بشكل مباشر لتفعيل هذا الجانب بشكل أساسي إن شاء الله. طيب نتحدث أيضا عن دور جهاز الرقابة الإدارية المالية بعد رصد مثلا في حالة رصد مخالفات، في حال رصد شكاوي الملاحظات، إيش الدور اللي يقوم به؟ بالنسبة لموضوع المخالفات هناك حقيقة تنظيم فاعل فيما يتعلق بالمخالفات، بمعنى أنه لو الجهاز وجد مخالفة مالية أو إدارية في وحدة معينة يطلب من الجهة القيام بعملية التحقق من هذه المخالفة المالية والإدارية. فإذا ما تكشف لدى الجهة نفسها بأن هذه المخالفة تشكل جريمة أو شبهة جريمة في هذا الجانب، فتحيل الأمر مباشرة إلى الادعاء العام، والادعاء العام يباشر اختصاصه فيها بالنظر بشأن تلك المخالفة، يحيلها إلى المحكمة المختصة أو ينظر فيها سواء بالحفظ أو ما شابه ذلك. وبالتالي الإجراءات التي نقوم بها في حال وجود المخالفة المالية والإدارية نطلب من الجهة أن تقوم بعملية التحقيق في هذا الجانب. أيضا في حال أن الجهاز أيضا من حقه أن يحيل بعض المخالفات مباشرة، إن تبين لديه هذه المخالفات وبالتالي كسبا للوقت فيحيلها إلى الادعاء العام مباشرة، وهذه صلاحية موجودة لرئيس الجهاز في إحالة مثل هذه المواضيع إلى الادعاء العام مباشرة، والادعاء العام مباشرة يمارس اختصاصه بشأنها يعني. جميل. طيب الآن فيما يتعلق بالنسبة إلى المخالفات المالية، نحن نعرف أن هناك دوائر معنية بالتدقيق المالي تتبع حتى أحيانا بشكل مباشر مكاتب أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء هذه الوحدات، لكن فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية تحديدا البعض قد يتجاوز مخالفة أو يقدم على مخالفة جهلا بالقانون أو عدم إدراك لبعض الموضوعات، فكيف تتعاملون مع هذا الأمر بالتحديد؟ وكلنا نعمل تحت منظومة حكومية، عندما يخرج تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى هذه الوحدة في مخالفة إدارية معينة، ما هو الدور بعد ذلك؟ هو حقيقة المخالفات الإدارية فيها تصنيف معين، سواء هذا التصنيف في المخالفات الإدارية وردت في قانون المالي، وردت في قانون الرقابة، أيضا تم تحديد هذه المخالفات، أيضا هي جزء من المخالفات قد تقع نتيجة يعني عدم أو مثل فيما يتعلق بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. هذه جملة من المخالفات التي ممكن أن توجد في هذه القوانين، وقد يرتكبها الموظف عن مثلا عدم معرفة أو عدم علم بشأنها. وبالتالي نحن نفرق حقيقة في المخالفات الإدارية، المخالفات التي تأتي من غير يعني قصد وهي مخالفات عادية مثلا إدارية بالتالي ممكن تلافيها وتصحيحها، وبالتالي نحن نخاطب الجهة فيما يتعلق في هذه المخالفات بالقيام بإجراء التصحيح في هذا الجانب. لكن إن وصلت مستوى هذه المخالفة طبعا إلى أنها تشكل جريمة مثلا أو شبه الجريمة، فبالتالي الوضع هنا لا يحتاج إلى تصحيح، ولكن بطريقة أخرى تختلف عن الإجراءات التصحيحية التي نتعامل معها من خلال الجهات الحكومية. بناء يعني على التعديلات أيضا وتبعية هذا الجهاز مباشرة لصاحب الجلالة، أي الأمور التي ترفع لصاحب الجلالة في حال مثلا وجود مخالفات أو إيش من بالنسبة إلى التقارير التي ترفع إلى المقام السامي؟ هناك حقيقة بعض التقارير ترفع ذات المواضيع الخاصة التي مثلا نواجهها من خلال الفحص بالجهات الحكومية، بعض الملاحظات أو عدم الاستجابة أو بعض الملاحظات الهامة التي تستدعي أن ترفع إلى المقام السامي، فبالتالي هذه تقارير خاصة ترفع إلى جلالة السلطان ويمارسها الجهاز وترفع بشأنه. وهناك أيضا التقرير السنوي مثل ما ذكرت أنه هذا التقرير السنوي يرفع إلى المقام السامي أيضا، والتقرير السنوي حقيقة يحتوي على جميع الملاحظات التي وجدها الجهاز في الوحدات الحكومية خلال عام بالكامل. جميل. وترصد هذه في تقرير سنوي ويرفع إلى المقام السامي وأيضا إلى المجالس المتخصصة. يعني كلنا أيضا
مؤمنين إيمان عميق أن هذه الأدوار التي تقومون بها لن تتم إلا بتوعية حقيقية بالضبط. للمجتمع وقيام المجتمع بدوره وفكرة أننا نعمل كلنا تحت ظل دولة المؤسسات والقانون. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله. طيب. نشكرك على وجودك معنا الأستاذ شبيب الناصر البوسعيدي مدير دائرة الشؤون القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. شكرا جزيلا لك ونضيفك أيضا من هذه الضيافة الحلوة. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. تسلم. جزاك الله خير. شكرا لك وأيضا شكرا مجددا لمن قدموا لنا. جزاهم الله خير يعني. أسامة البلوشي الذين قدموا. عبد الرحمن الخياري نعم للحلوة. بالضبط. الذين قدموا لنا هذه الحلوة. بالضبط. وزينب البلوشي ونور الخياري وهم طبعا اللي من شركة أم أوريفيا عمان اللي قدموا لنا هذه الهدايا. شكرا جزيلا لهم. إذا نحن متواصلين معكم حتى العاشرة. إذا مشاهدين هذه المرة نأخذكم مجددا إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط وهذه المرة مع العرض الموسيقي العسكري الذي يقام يوميا حتى يوم الأربعاء القادم من 5:15 حتى 6:45 وكلكم مدعوين لمتابعة هذا العرض الذي يأتي احتفاء بالمقدم الميمون ورجوع جلالة السلطان المعظم إلى أرض الوطن سالما معافا. وصلنا مشاهدينا إلى الدقائق الأخيرة من عمر حلقة الليلة من برنامج من عمان. إذن مشاهدينا نتمنى بإذن الله وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم عبر هذا التنوع السريع اللي كنا حريصين دائما عليه في برنامجكم من عمان. يوم الغد إن شاء الله ملتقى جديد راح يجمعنا بكم مجددا عبر تغطية لمختلف الأحداث والفعاليات التي تشهدها أرض عمان الخير إضافة إلى محطة الزميل عبد الله البحراني وجديد عالم التكنولوجيا. شكرا لكم على طيب المتابعة. وقبل الختام أيوة في شكر أكيد لنور بنت إبراهيم الخيارية وزينب بنت عادل البوشية وأسامة بن عادل البلوشي اللي هم أصحاب شركة أم أوريفيا عمان اللي طبعا مثل ما ذكرنا قدموا
لنا هذه الهدايا الجميلة بمناسبة المقدم الميمون من طبعا الحلوى من مصنع ناصر الخياري للحلوى العمانية ومحل كريستال روز لمساهمتهم في تقديم باقات الزهور. إذن كل الشكر لهم ولكم أيضا مشاهدينا على المتابعة. إذن لقائنا يتجدد في الغد، حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء. في أمان الله.